عمي ابو جنيد، ايش اللي جابك لهون؟ اسال الافندي اللي قدامك، جابني بعد ما قتل سعد. سعد مات؟ سعد مات؟ الله يرحمه. اختي، اختي امينه. اسال اللي حبسك. أمين أختك، أنا ساعدتها، هي أختك وردة، وديتها على بيتكم عشان تولد. الله الله، إيش اللي بصير للدنيا؟ جاسر محبوس؟ أنا تغيرت يا واصف، ورايح أحكي لكم كل إشي عن بلاوي عاصم. هذا الحكي بتحكيه قدام كل أهل القرية. أنا مستعد أحكي لهم، بس قبل ما تعمل معي أي إشي اسأل عني أختك وردة. أنا عاصم بيك، ليه جايبيني لهون؟ أنا عاصم بيك، شو اللي قاعد يصير يا جودة؟ مين هذول؟ أنت ما بتبطل صراخ؟ واصف، طبعاً واصف، ولا مش متوقع تشوفني؟ واصف، أنا عاصم، فكر باللي بتسويه كويس، ولا مصيرك بصير مثل مصير سعد؟ يتعلق على عمود. انت اللي راح يكون مصيرك مثل مصير سعد، مع انه انسان شريف مش مثلك. اسمعوا يا رجال، زدوهم هون كلهم شركاء ظلم الناس وقارة، خلهم يذوقوا من نفس الكاس اللي شربوه للناس. انا رايح على دار اختي اشوف ايش عملوا معها هالمجرمين. وانا يا واصف، انا تغيرت، تبت، ما عدت مثل الاول. المرجع، اسمع قصتك كلها.